رحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اكثر من رائع للنادي الاهلي لعبا ونتيجه. مبروك اول 45 دقيقه. الاهلي الحقيقه فعلا قدم شوط كبير جدا، وقلنا لو كان ليك سبقه تهديف هتقدر يعني تخلي نادي الزمالك يفقد توازنه واللعيبه مش هتركز، ولكن انك بتجيب جون في اول دقيقتين، ما ده الخلل اللي حصل في فرقه نادي الزمالك كلها. ده يعني ناهينا عن الاسلوب اللي بيلعب منه الزمالك، وسط ملعب مفتوح تماما، بيديك الحريه لاي حد بس يفكر انه يتحرك ياخد خطوتين يمين او شمال بيبقى هو ملك الملعب وملك زمام الامور يعني. فالاهلي يفقد الزمالك توازنه ويحرز ثلاث اهداف، هو ده الواقع اللي انا اتفرجت عليه. ايه اللي هيحصل 45 دقيقه الثانيه؟ هل من مزيد ولا الزمالك هيعود يعني؟ وان شاء الله نبارك لبعض بعد باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، تقدم مستحق للنادي الاهلي عن نادي الزمالك الذي لم يكن له اي وجود في خلال الشوط الاول، لان احنا اتكلمنا وكنا اتكلمنا على تشكيل نادي الزمالك من البدايه، تشكيل غريب جدا، لكن مش ده تشكيل الزمالك، انا بتكلم عليا انا. بادئ كويس جدا، بادئ بنجاح، عايز اكسب، بادئ ضاغط كويس قوي. توقيت الاهداف بالنسبه لي ساعداني، بس هي دي كره القدم. هدف يحسب بقى النادي الاهلي، هدف الثاني في الثالث اللي هو مش هدف وسكتنا، لا ده تحس لو اللي ما يعرفش ان الدوري خلص يقول الفريق الاحمر ده لسه بيلعب، عايز بيلعب على الدوري، لكن ما يعرفش ان احنا الحمد لله نهيج الدوري. لكن هي دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي، بيلعب كل مباراه عايز يكسبها وعايز يمتع جماهيره وعايز يقول انا النادي الاهلي، انا الاحق بالبطوله. والنهارده شوط ممتاز لعيبه النادي الاهلي مع النقص يا ايمن، وبتكت تحتها مظبوط اربع خمس خطوط مزبوط. لكن انت الحمد لله متسيد المباراه الشوط تماما. صحيح كابتن اسامه، تسيد كامل للنادي الاهلي في خلال الشوط الاول، سيطره، استحواذ، ايجابيه على المرمى، كل حاجه بيعملها الشوط الاول النادي الاهلي مفيش شك، وثلاث اهداف وكان ممكن يزيدوا لو بيحصل شويه تراخي بعد ما بنجيب هدف. كل هدف يعني بنروح عدد كبير قوي على ثلاث اربع مدافعين، واتكلمنا في الموضوع ده وقلنا ان الراجل شايل اشرف رؤى والسيسي من قدام المدافعين وبيلعب ابو الفتوح وزيزو جنبه، فنص الملعب مفتوح خالص، فالنادي الاهلي لعيبه كلها فاضيه قوي بتلعب بحريه واريحيه يعني. صحيح. وقفشه والشحات بامانه عاملين مباراه كبيره جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح كابتن عادل، تقدم طبعا مستحق النادي الاهلي، ولكن المباراه لم تنتهي بعد. اكيد طبعا يا كابتن، لسه بدري، انت عاوز تحسن النتيجه وتجيب اكتر، بس انا عاوز اقول لك ان نص ملعب الاهلي بقياده قفشه هو اللي ركبك بلغه الكره المباراه. صحيح. وخط الهجوم بقياده حسن الشحات هو اللي ركبك برضو المباراه. صحيح. ارجع للامر ان نادي الزمالك والنادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي اجاد اول شوط، ولكن اتمنى ان نعمل نتيجه كبيره النهارده، والموضوع مقات ان اللي يعمل، وفي نفس الوقت مباراه زي كل المباريات زي ما قلت لك. ماشي يا كابتن، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي الشوط الثاني لتعزيز الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.